طبيعي كيوقع واحد شوية ضعف هنا وهناك، لكنه محدود جدا. طبيعي كيوقع واحد شوية ديال الانحراف هنا ما هناك. حنا هذا الشيء كنحاولوا نواجهوه ونعالجوه بالطرق المناسبة الإيجابية التي تجعلنا نتقدم إلى الأمام. وأريد أن أؤكد بأن أعضاء الحزب هم أعضاء في حزب، له مرجعيته، له قواعده وقوانينه، له منهجيته. بطبيعة الحال اللي خرج عليها ممكنش حنا نسندوه. بيّن الحزب طيلة مسيرته أن اللي مشى دار يدو في المال العام أو تبتت عليه شي حاجة ديال الرشوة أو تبعت عليه شي حاجة ديال الانحراف، الحزب لا يعرف. إحنا ما عندناش المنطق ديال أنصر أخاك ظالما بحق أو بباطل، لا أبدا. نحن نساند وننصر بقوة أي عضو من أعضاء الحزب يتعرض لأي تضييق أو لأي ظلم حيثما كان. هذا بواجبنا، هذا واجبنا. ولكن إذا كان هو خالف المبادئ ديال الحزب وخرج على القواعد ديال الشفافية والنزاهة، نحن سنكون أول من يعارضه وأول من يعاقبه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.